دلاجي. في بداية العمل في الإذاعة ظهر لي كي سمعنا اللي الدلاجين وباش يولي كرونيكور كأنها الدنيا قامت وقعدت. الدلاجي ما عنده صوت إذاعي، الدلاجي فنان أش دخله في الإعلام، الدلاجي برتلها في فنك وفي أغانيك وكلماتك وألحانك. اتقلقت في الفترة هذيك؟ نعم ما تقلقتش، أنا تو عملت 50 سنة دونك التجربة حاصلة، يعني يا خبر بفلوس بكرة يبقى بلاش. الناس اللي بدلت لهم فكرتهم؟ قلبت لهم ماهيتهم، فتقتهم من بعضهم. نجحت نجحت أنا نجحت 4 شهور نجحت أول برنامج في الخضم نتاع العظماء نتاع الراديو الدلاجين والاول تو. دلاجي بالاحصائيات 49.7 نص البلاد يسمعوا فيا انا من 5 لل 7 في شمس اللي باش يسمعك يقول لك مغرور راك دلاجي، انا نجحت انا الاول انا نمبر 1. هذا هو النوع على محمد رمضان. ليه هذه الدلاجين وعلى روحي انا نجحت، انا تو نجحت بالارقام بالارقام. عامل شطر تونس تسمع فيها من 5 لل 7. شكرا لاصدقائي مانيش وحدي، اما على شكون هما الغلبه صارت عليا انا. بيا الزردي قالت لك ما عندوش صوت اذاع، هاو عندك انت صوت اذاع، اش عملت به؟ شنو اللي عملت به؟ شنو اللي عملت به؟ هيك عالميه ناجحه تخدم في الحوار التونسي. كل واحد كيفاش يرى النجاح؟ عالميه الناس الكل يعرفوها بيا الزردي. فما واحد ياكلها بالحب وواحد ياكلها بالسب ونتعدى. انا ناجح تو، انا راني ما قلقونيش هذوما اللي ناجحين بالاسعاف، وخاصه الصحفيين المستصحفين. ورغم اللي كلمه مزيده هذه رواه الدلاجي المستصحفين، يحبوا اللي يحب يولي فعل استفعل فعل مزيد. أه؟ استفعل يعني فعل الشيء بقوه بعمق. فسر لي الدلاجي مش يعني المستصحفين هذوما. أه؟ اللي ناجحوا بالاسعاف. انا ما انت لطفي العماري باش تعطي رايك في الدلاجين، انت محمد بوغلابه بعض الصحفيين يحطوهمش كلهم في نفس السله. اللي خلط لي الناس اللي واه شبي يغاروا على الميدان نتاعهم، يعتصم قدام الاذاعه الوطنيه. دلاجي يغاروا، هذه خواص، هذه خواص، يغاروا يغاروا على الميدان، يغاروا يغاروا. الغيره انت عندك سوس نتاع بلاصه اخرى تاكل منها الخبز كيما نقولوا. كان في تونس انت فنان كي تغني في العراس، اما في تونس اما صحفي. ليه نكتب ولحن ونغني ونبيع في الاغاني؟